كلمات ترحاب من الزملاء الأعزاء أعضاء المنصة، زملائي أعضاء مجلس النقابة العامة، ليرحبوا بزملائنا الجدد. المادة الأولى من القانون المحاماة بتنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. نفس ذلك هذه المادة وضعها الأستاذ النقيب الأستاذ سامح عاشور أثناء وضع الدستور المصري عام 2014 في المادة 198 من قانون من الدستور، باب خاص اسمه باب المحاماة. نص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. فإذا هذه المادة هي ذاتها المادة الأولى من قانون المحاماة، ولذلك فأول كلمة لي لزملائي الأعزاء أبناءنا من المحامين أؤكد عليهم أني المحامي وهو شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة يجب أن يتسم في مظهره بنفس مظهر القاضي ووكيل النيابة أثناء دخوله المحاكم. وأيضا فالمحامي لابد أن يكون مظهر وجوهر، مظهره يليق بأنه محام، وجوهره بأنه أن يتدرب في معهد المحاماة ويأخذ الجرعة اللازمة حتى يكون على قدر أنه محامي ومترافع، وأنه طبقا للضوابط التي وضعت في قانون المحاماة ومجلس نقابة المحامين من لابد أن يكون المحامي المتدرب يمارس مهنة المحاماة في مكاتب مشهود لها بالكفاءة ويكون لها سمعة طيبة. ولذلك فأنا أؤكد على زملائي الأعزاء أن يلتزموا بهذه المبادئ في أول مشوارهم في نقابة المحامين، ومرحبا بكم وكل عام وحضرتكم بخير.